وينضم إلينا من رام الله الدكتور إبراهيم رباعي أستاذ العلوم السياسية. دكتور إبراهيم أهلا بك معنا على شاشة الغد. القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بخصوص الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية والضفة الغربية والقطاع، نتحدث عن الأراضي الفلسطينية ما بعد عام 67، ما أهميته هذا القرار من ناحية سياسية؟ تحياتي لك وللسادة المشاهدين. أولا هذا القرار قرار من النوع والعيار الثقيل، خاصة أنه يأتي بهذا التوقيت الذي تستعد به المنظومة الاستيطانية للاحتفاء بدويلة المستوطنين الضفة الغربية. خلال الأشهر الماضية أدار سموتريتش حالة من هندسة الاحتلال بالضفة الغربية، أعطى وعين مجموعة من المستوطنين والصهيونية الدينية في مراكز مؤثرة ومركزية تتصل بمستقبل الضفة الغربية، وقاد الجهد الدؤوب من أجل ضم الضفة الغربية كما أعلن بشكل صامت إلى إسرائيل. وبالتالي تأتي هذه الخطوة بهذا التوقيت لتضع عقبة كبيرة أمام هذه الجهود، بمعنى أن الحديث عن ضم إسرائيل للضفة الغربية رسميا وقانونيا اليوم أصبح يوجه عقبة قانونية دولية، والضم العضوي المتصل بإلحاق الوحدات الاستيطانية بالمؤسسات الناظمة لها بداخل إسرائيل أيضا أصبح يواجه تحديات في ظل احتمال وجود ارتدادات قانونية تتصل بعلاقات إسرائيل الدولية، تتصل بعقوبات ذات صلة، تتصل أيضا بمشروعية حتى حضور المستوطنين في النظام السياسي الإسرائيلي. طالما أن هذا القرار يشكل عقبة قانونية مهمة أمام تمدد الاستيطان الإسرائيلي ووجوده بالأساس في الأراضي الفلسطينية، على أي أساس قال بنيامين نتنياهو بأنه لا يمكن الطعن في مشروعية المستوطنات في الضفة؟ على أساس عقائدي، هذا ما يؤمن به نتنياهو، ويؤمن مثله مثل كل التيارات الصهيونية على اختلاف ألوانها بأن الضفة الغربية هي جزء وامتداد لإسرائيل، يجب أن تبقى تحت السيطرة الإسرائيلية، وبعض التيارات التي ترى أنه يجب ضمها حتى وأن تكون تابعة للسيادة الإسرائيلية بشكل مطلق، لأسباب أمنية البعض، لأسباب أيديولوجية البعض الآخر، ولكن بالمجمل كل التيارات الصهيونية في إسرائيل أجمعت على ذلك سواء في اليمين أو في اليسار، لا يوجد خلاف، الكل حتى اعتبرها أنها خطوة معادية للسامية. وبالتالي هذا خطاب يشير ويعكس المزاج العام الإسرائيلي والرأي العام الإسرائيلي الذي يرى بأن الضفة الغربية مساحة لا يمكن التخلي عنها، وهذا كان مسبوق قبل يومين في الكنيست بما صدر ورشح عن رفض إقامة الدولة الفلسطينية بأي شكل من الأشكال. فيما يتعلق بمحاولات الاحتلال مؤخرا توسيع أو لا أعرف إعادة صياغة القانون الإسرائيلي بحيث تشمل المستوطنات والضفة بشكل عام بين قوسين السيادة الإسرائيلية، كيف ترى تداعيات هذه الخطوة خصوصا أنها تأتي ردا من جانب إسرائيل على قرار المحكمة؟ أعتقد أن إسرائيل اليوم بدأت بدراسة تبعات هذا القرار، ربما قبل ذلك بدأت بدراسة هذه التبعات المتصلة بعدة مستويات. المستوى الأول موقع إسرائيل وعلاقاتها الدولية خاصة مع شركائها، عندما نتحدث عن العلاقات الإسرائيلية الأوروبية على سبيل المثال نحن نتحدث عن أكثر من 350 اتفاقية تجمع إسرائيل بمؤسسة الاتحاد الأوروبي عدا عن علاقاتها المباشرة مع الدول الأوروبية المركزية، والتي ربما تحمل هذه القرارات وهذا القرار تحديدا انعكاسات عليها بشكل عميق، وبالتالي إسرائيل ستدرس ذلك. على سبيل المثال إن كان هنالك اتفاقية تمس وتطال العلاقات الاقتصادية الإسرائيلية الأوروبية، أعتقد أنها ستكون مقيدة بشكل أكبر بكثير مما قبل فيما يتصل بنفاذها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتقييد وصول المستوطنين للانتفاع بهذه الاتفاقيات أو تنفيذها وإنفاذها في الأرض المحتلة بالمستوطنات. وبالتالي هذا انعكاس على
قدرة إسرائيل على إنفاذ قيادتها وسيطرتها على المساحات الاستيطانية. أيضا عند الحديث عن سلوك المستوطنين، موقعهم، الموازنات والميزانيات، المشاريع الاستثمارية والتطويرية في المستوطنات، هذا كله أعتقد أنه سيطال العديد من التحديات والتقييدات. وبالتالي هذا الربط وهذه المحاولة لإتباع المنظومة الاستيطانية للسيادة الإسرائيلية، أعتقد أنه يواجه تحدي كبير. ولذلك حتى ما صدر اليوم فيما يتصل بفرض السيادة كرد لم يأتي إلا من سموتريتش ومن وزيرة الاستيطان، ولم يأتي من الفواعل السياسية الأخرى في الليكود وعلى رأسهم نتنياهو. لكن هل هذا وارد؟ هل يمكن أن يتخذ نتنياهو هذا القرار؟ إن كان الأمر له بعد عقائدي لدى الحكومة ولدى رئيسها، ربما هم لا يهتمون كثيرا بتضرر علاقاتهم مع الخارج، أو أي ضغط خارجي على أي خطوة يريدون القيام بها ردا على قرار محكمة العدل الدولي فيما يتعلق بالضفة الغربية، أليس كذلك دكتور إبراهيم؟ يعني اعتقد، يعني اتفق جزئيا، ولكن اعتقد انه اسرائيل لديها حسابات معقده بهذه المساله تحديدا، لانه حتى الولايات المتحده الامريكيه بموقفها الرسمي هي ترفض الاستيطان وتعتبره غير شرعي. وبالتالي هنالك موقف رسمي من الولايات المتحده الامريكيه تجاه اسرائيل بهذا الموضوع، وهذا عبر عنه حتى في الامتناع عن التصويت في نهايه فتره اوباما فيما يتصل بالقرار الذي اعتبر الاستيطان غير شرعي. لكن يعتبر موقف شكلي، أليس كذلك دكتور إبراهيم؟ الولايات المتحدة صحيح ترفض الاستيطان، ولكن لا يبدو بأنها تتخذ خطوة جادة لإيقافه. حتى اللحظة هي لا تتخذ الخطوات الجادة لإيقافه منذ أوسلو، وحتى اليوم لم تفعل ذلك، ولكن بالمقابل هي لم تدعم الاستيطان ولم تدافع عنه. وبالتالي من الصعب على الولايات المتحدة حتى أن تدافع عن هذا القرار أو الرؤية الإسرائيلية. أيضا منذ بداية هذه الحرب الإدارة الأمريكية فرضت عقوبات على مجموعات من المستوطنين، وإن كانت شكلية حتى اللحظة هذه العقوبات، ولكن المبدأ والاختراق ثابت، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية وإن كانت لن تدعم هذا المشروع، ولكن لن تقف ولن تقدم حالة الحماية لإسرائيل فيما يتصل بأي خطوة لضم الضفة الغربية أو فرض السيادة عليها، لأن هذا يتناقض مع نقطتين جوهريات. أولا مناداة الولايات المتحدة ولو الشكلية حتى اللحظة بحل الدولتين، وثانيا الموقف الأمريكي المعلن فيما يتصل بالاستيطان. هذا يمتد على علاقات إسرائيل مع الدول الأوروبية أيضا. نحن لا نتحدث فقط عن علاقات ثقافية أو سياسية، نحن نتحدث عن علاقات اقتصادية وعسكرية مؤثرة، إمدادات الأسلحة، نتحدث أيضا عن علاقات اقتصادية تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي، أو عفوا الاقتصاد الإسرائيلي، هو اقتصاد يعتمد بشكل كبير على قطاع التقنيات وعلى البحث العلمي، وهذا يعتمد بالأساس على شراكات خارجية. إسرائيل تتنبه لذلك، وبالتالي أعتقد أن الحسابات فيما يتصل في هذا الموضوع معقدة، وبالتالي أي خطوة تصعيدية تقوم بها إسرائيل ستكون ارتداداتها كبيرة. وهذا أيضا ما منع إسرائيل من اتخاذ مثل هذه الخطوة بضم الضفة الغربية، رغم وجود إرادة لمثل ذلك في العام 2018 عندما تم الحديث عن ضم الأغوار. كانت هذه رؤية بنيامين نتنياهو، ولكن ورغم وجود الدعم من الإدارة الأمريكية في حينه، لأنه لم يتخذ مثل هذه الخطوة، لأن هنالك ارتدادات كبيرة في موقع وعلاقات إسرائيل وقدرتها وقوتها الاقتصادية والعسكرية.